السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت إليفن ليسون فور، آخر درس في الوحدة 11. وقلت قبل كده يا أولاد إن الغرض من التسجيلات دي إنك تسمع قراءتي وتعرف تقرأ ورايا، يعني أفضل طريقة إنك تعرف تقرأ كل كلمة قراءة اعمل ستوب وقراءها مرة تاني، اعمل ستوب وقراءة مرة تاني علشان تقدر تقرأ في الفصل داخل المدرسة. طيب ليسون فور، أنا هقرأ أقرب الصورة كده هنا. طيب بيقول لي نمبر 1 هنا make 4 science facts using the zero conditional، اعمل 4 حقائق علمية باستخدام حالة الزيرو. طيب هنا نمبر 1 بيقول لي mix yellow and blue get green، mix اولا يعني يخلط، ويلو اصفر وبلو ازرق، get يصبح يحصل على، وجرين يعني اكتر. لو جينا عملنا جملة هقول كده ايه ان ده هو فعل، ده فعل وده فعل. هبدأ جملة بكلمة اف، نقول كده هقول اف، بعد اف لازم يجي فيها فعل، بعد اف لازم يجي ايه فعل. الفعل طبعا انا طالما انا بكلم واحد قدامي يبقى الفعل يكون ضمير اللي هو يو اللي هو انت، يبقى انا هقول له لو انت خلطت الاصفر مع الازرق هتحصل على ايه اخضر. طب نقولها ازاي بالانجليزي الكلام ده؟ طيب تعالى من المعنى، if you لو انت، لو مين؟ لو انت، هو اقول الفعل بتاعي، الفعل ده في البريزنت سيمبل يعني في المضارع البسيط، دي حالة الزيرو بيكون في المضارع الايه البسيط، يعني الفعل ما بيكونش من داخله الاضافة مع الضمير يو، انما مع هي وشي وات بيكون من داخله اس او اي اس او اي اي اس، لكن احنا هنا واضح في الدرس عندنا احنا بنتكلم كل يو فبيكون الفعل مش من داخل اي اضافه. طب تعالوا نكمل كده، اف يو ميكس، خلاص ده الفعل كده خلصنا من الايه من الفعل من الاف والفعل والفعل. طب ايه اللي يجي بعد الفعل؟ قلنا ميكس يعني يخلط، لو انت خلطت ايه الاصفر والازرق يبقى اف يو ميكس يلو اند بلو، خلاص دي كده الجملة بتاعت اف، الجملة بتاعت الشرط بتاعنا، الشرط بتاعنا بقول له if you mix yellow and blue، لو انت خلط، لو انت بتخلط الاصفر بالازرق هنروح عاملين ايه؟ هنعمل كوما، كوما بعد كلمة بلو، ونروح كاتبين الجملة التانية النتيجة بتاعت ايه؟ بتاعت اذا، الشرط كنت بقول له اذا انت خلطت الاصفر مع الازرق رحت عامل كوما عشان استنى مين النتيجة. النتيجة برضه يا ولاد هتبدأ بفاعل، لازم تبدأ بفاعل مش هتبدأ بإف بقى، يعني أنا ينفع أقول لو أنت إذا أنت خلطت الأصفر والأزرق والنتيجة تبدأ بإذا؟ الله ده كده شرطين أصلا، يبقى هنبدأ النتيجة بالفعل بتاعي، بالفعل كان يو، يبقى أقول له يو، ها نقول كده يو get green، you get green. طيب نمبر 2 cook rice وسوفت، لو انا عندي هنا cook يعني اطبخ ورايس يعني رز، سوفت يعني ناعم، هنقول جملة ازاي؟ هنقول له كده هنقول اف ومحتاجة فاعل برضو هكلم يو انت، if you cook rice نعمل ايه كوما، بقول لو انت تطبخ الرز، اذا انت تطبخ الرز ايه بقى ناعم ده احطها في نتيجة ازاي؟ ان الرز اللي يبقى ناعم. طب انا بتكلم عن الرز يبقى ابدأ الفعل ب it، ما اقولش يو بقى، ينفع اقول لو انت بتطبخ الرز يو بيكام سوفت، انت بتبقى ناعم ازاي بقى؟ يبقى لو انت بتطبخ، لما بتطبخ الرز، الرز بيبقى ايه ناعم، يبقى هعمل ايه كده بعد الكوما هقول نتيجة بتتكلم عن الرز، عشان اتكلم عن الرز بستخدم الضمير اللي هو ات، حاجة غير عاقل بقول عليها ات،
ممكن اقول ذا رايس، اقول ذا رايس بيكام ذا سوفت، بس خلينا مع ايت افضل. نقول ايت محتاجه فعل، ايه الفعل بقى؟ بيكامز، يصبح، ان الرز بيصبح ايه، وكلمه ماء موجوده عندنا هي اللي احنا قريناها ايه، سوفت. طيب ثلاثة، 3 11 o'clock in Egypt و6 o'clock in New York. الساعة 11 في مصر و6 في نيويورك. هقول بقى هنا، نقول كده if it is، لو هي الساعة 11 في مصر، if it is 11 o'clock in Egypt، نبدأ النتيجة بإيه؟ ب it is 6 o'clock in New York. لو الساعة 11 في مصر هتبقى الساعة فين؟ هتبقى الساعة 6 في نيويورك. طيب 4، put ice in the sun، melt. طيب put، ضع ice، ثلج، in في the، الشمس، melt يدوب. طب تقول كده ايه جملة عدى بإف كده؟ نقول if، you، اذا، انت، وكمل كل ده اللي هو من هنا لهنا. يبقى if you put ice in the sun، دي كده هعمل قوة من هنا. لو انت حطيت التلج في الشمس، هنتكلم بقى عن التلج. التلج ده شيء غير عاقل، يبقى هقول عليه it. عايز اقول ايه؟ it melt، يذوب، it melt. طب هو احنا هنا عندي it، انا قلت قبل كده ان it في المضارع البسيط الفعل بينضاف اس، يبقى it melts. صعبة يا ولاد؟ سهلة. التمرين التاني، can you match، can you match these people with the objects they are famous for. هل تستطيع أنت تصل هذه هؤلاء الناس مع الأشياء الذين هم مشهورين بها؟ أوصل الناس دي بالحاجات اللي هم مشهورين بها. Then listen to check your answer، وبعد كده اسمع لفحص إجاباتك. أول حاجة هنا ويلهلم كونراد، رونتجن، 1845 1923. ده واحد اسمه ويلهلم كونراد رونتجن، دوت ايه، معمولة سي، اي ديب سي. طيب ماري اندرسون، طب هو ده انا عايز ملف استماع. طيب هنتكلم، هنقرا البروجكت ده مع بعض، المشروع ده مع بعض. You are going to write about a famous scientist. First choose a scientist and find the answers to these questions. أنت سوف تذهب أن سوف تكتب عن عالم مشهور. أولا اختار عالم وأجد الإجابات عائلة هذه الأسئلة. طيب هنا بيقول لي لو كان عند دكتور فاروق، دكتور فاروق، هنقرأ الكلام اللي في المربع الأبيض ده، خلي بالك هنا مش هينفع أقلب. دكتور فاروق الباز was born in Zagazig. دكتور فاروق الباز اتولد في الزقازيق، Egypt on 2 January، في مصر في
في يناير في الثاني من يناير 1938. First, he learned about science at school. أولا هو تعلم عن العلوم في المدرسة. Then he went to عين شمس University. وبعد كده هو ذهب إلى جامعة عين شمس. After that, he studied science at a university in the USA. وبعد كده هو درس العلوم في جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال بيقول لي what was the scientist's name and date of birth؟ ماذا كان اسم العالم وتاريخ ميلاده؟ ده تاريخ الميلاد ودوت اسم الايه العالم. اسم العالم اهو دكتور فاروق الباز، وديت اوف بيرث تاريخ الميلاد اهو، تاريخ الميلاد 2 جانيوري 1938 هنكتبه هنا. Where did the scientist come from؟ من اين ياتي العالم؟ اقول له ايه from زجازيق، جه من الزقازيق. طالما هو طلع في الزقازيق هو جه من الزقازيق. طيب what did the scientist do when she was young؟ ماذا العالم كان يفعل عندما هو كان صغير؟ هنقول ايه he learned about science at school، هو تعلم عن العلم في المدرسة. طيب how did the scientist learn about science؟ كيف تعلم العالم عن العلم؟ يتعلم عن العلم ازاي؟ اول حاجة في المدرسة he learned about science at school. وبعد كده يبقى اتعلم عن العلم ازاي في المدرسة. طيب what can we learn about science from this person's book؟ كيف نستطيع نحن نتعلم عن العلم من هذا الشخص، من عمل هذا الشخص؟ تفصيل السؤال ده. بعد كده use your answers to write a paragraph about the famous scientist. استخدم إجاباتك إلى استخدم إجاباتك لكي تكتب باراجراف عن العالم مشهور. Use sequencing words to order the events in the scientist's life. استخدم كلمات التتابع أو كلمات المتابعة لكي ترتب الأحداث في حياة العالم. كلمات التتابع اللي احنا قلنا عليها اللي هي كلمة ايه اللي احنا تعلمنا عليها اللي هي first within next وafter that وfinally. يبقى استخدم كلمات التتابع عشان يرتب احداث حياة العالم. زي ما هو موجود هنا بيقول لي first he learned about science at school. Then he went to ancient university. After that he studied science at university in the school in the USA. يبقى ممكن نكتب باراجراف، هنكتب باراجراف عن دكتور فاروق الباز. ممكن نحفظ دوت كده ولو جالنا في الامتحان نكتبه، مفيش مشكلة. ايه رأيكم يا ولاد؟ عشان اكتب باراجراف تتابع اللي هو مقصود هنا السيكونسنج ووردز ده، ان احنا هنستخدم الكلمات دي first وبعد كده then و after that تفاتنا. يبقى احنا لما نيجي نكتب كلمات باراجراف هنكتب عن دكتور فاروق الباز، نكتب كل ده مفيش مشكلة لو احنا حفظنا الجمل دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.